محمد بدأ هنا في الاتحاد بسيون، ثم الكابتن أسامة الحوطي خده وراح الزمالك، أكاديمية الزمالك. فالكابتن أسامة استقال من المنصب بتاعه، فمحمد رجع. فالكابتن رضا اتصل بي وقال لي انا شفت محمد، ومحمد مستواه ونجم قادم، فالرجاء انت تديني محمد وانا هعمل معاه اللي انا المطلوب. قال انا هروح يا بابا المصيف يوم السبت وحاجه يوم الاحد ان شاء الله اروح اشتغل، عشان انت حضرتك تعبان وكنت بتنحجز في المستشفى وبتاع وتعبان، فانا هشيل معاك المسؤوليه في خلال الايام الجايه ان شاء الله. فراح غرق هناك في اسكندريه، وطبعا كانت الخبر على بسيون بحالها مش عليا، لان محمد كان ابن بسيون بحالها، وكنت تشوف العزاء بتاع محمد حاجه تشرف، وانا مشرف ان الناس دي كلها كانت بتحب محمد، واحتسبته عند الله شهيد. ومهما اقول لك محمد كان قد كبير وعظيم، وكان سنه صغير بس كان كبير في عقله وكبير في افعاله، وعارف ربنا وكويس. كان كل امله في الحياه ان هو يبقى حاجه ويوصل للناس الحلوه الكويسه، كل الناس الحلوه زمايله. محمد عمرنا ما هننسوه، لان كان يعني كان شخص محترم جدا، وكانت الناس بحالها بتحبه جدا، وكان نفسنا بحاجة. كان هو أمانة بعد ربنا، كان هو الوحيد، يعني ما فيش غير هو على ثلاث بنات، وكنت بتمنى من وابو تعبان، وكنت بتمنى ان هو يوصل ويبقى حاجة. كان هو يعني كنت حاسة ان هو أمل العيلة كلها وأمانة كلنا بعد ربنا. الساعة 8 الا ربع نزل مرة الصبح، الصبح نزل وطلع بل رجليه لحد رجليه كده لحد العظمة كده، وطلع كان بيجاوم خالته. خالته قالت لي ايه سيبني شوية اتجول لحد ما يدفع شوية بس يا محمد. ونزل تاني مرة، نزل كان راكب العوامة البتاع اللي هي الكاوتش بتاعت الجراد ديت اسمها العوامة، راكبها نزل مفيش حوالي عن 15 متر، وكان فيها عيل معاه زميله بينادى عليه قال له تعالى محمد انحدى هنا، ما تنزلش تحت جوه عشان انت ما بتعرفش تعوم. في نزلته الموجه خدته سحبت معاه، بقى ينجد، واحنا بقيت اصوت على الشط عشان حد يجري من هم الجماعه بتوع البحر، ما لقيتش حد. ايه فيش منقذ؟ ما فيش منقذ حد عبرني. رحت الاسكندريه وبقيت ازعق اقول له حقوه حتوه اطلع يا محمد. ولذلك محمد بعد 8 ساعات في المية ومحدش عشان خاطري، وبوجه الرسالة دي لكل مسؤول يعتبر ان محمد ده ابنه. ناشد اتحاد الكورة او منطقة الغربية مساعدة لآلة محمد، يعني لان هو كان الامل بتاعهم وكان املهم فيه كبير، ويعتبر انه كان موظف زي موظفين كرة القدم، وده كان هيبقى رزقه، وابوه تعب معاه ولازم نعوضه، وامنا في ربنا وفيه وفي المسؤولين اللي احنا سكتنا كبيره جم ان شاء الله. كان بيقعد يقول لي انا عايز اهلك امريتك، وعايزك تكوني شاطره في المدرسه، هجيب لك اللي انت عايزاه كله بس تكوني شاطره، عايزك تجيبي الدرجات اللي انت تطلعي الاولى على المدرسه، عايزك تجيبي الدرجات الجميل. الله يرحمه ما يجوز عليه الا الرحمه، وانا استحق عند الله شهيد، الله يرحمه. الله يرحمه ويسامحه ودخله الجنه. اقول الله يرحمك ويسامحك يا ابني على كل حاجه حلوه كنت نفسك توريها لي وما لحقتش توريها لي. بقول الله يرحمه ويسامحه. عايز اقول الله يرحمك ويسامحك يا محمد. نقول الله يرحمك ويسامحك يا محمد.